السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ هنتكلم النهاردة عن أنواع السي فور. السي فور اللي انتوا شايفينه ده الشائع واللي معروف في السوق واللي معروف في لعبة كمال الأجسام عامة. السي فور اللي انت شايفه قدامك ده دلوقتي هو أشهر سي فور معروف في لعبة كمال الأجسام، وهو أول سي فور اتنتج من شركة سليوكر وأول بري ورك أوت انتجته الشركه. المنتج ده عباره عن بودر كده، اي طعم بتختاره، بطيخ، العنب، وهكذا، عباره عن كافيين، عباره عن احماض، عباره عن فيتامينات، عباره عن حاجات كتير كده مركبه هنقولها دلوقتي. السي فور ده في منه انواع، الشركه دي انتجت منه انواع كتير جدا وهنتعرف عليها برضو ان شاء الله في الفيديو. تعالوا بقى نشوف السي فور ده عباره عن ايه، بيتكون من ايه، فوائد السي فور زي ما قالت الشركه عنه. اول حاجه صفاء الذهن والتركيز العالي جدا، بيدي تركيز عالي جدا في التمرين، بيضخ دم للعضلات بشكل كبير، زياده طول النفس والاوزان اللي انت بترفعها، تقليل الشعور بالاجهاد اثناء التمرين. السي فور بيتكون من اول حاجه الفيتامين سي، والشركه قالت ان هي بتحط فيتامين سي في المكمل ده علشان التحفيز العضلي وعدم الهدم العضلي بعد التمرين. في 30 ملي جرام نياسين، والهدف من إضافة النياسين إن هو يزود البمب ويزود ضخ الدم للعضلات. في 500 ميكرو جرام من فيتامين B6، وحطت فيتامين B6 من مكونات المكمل ده علشان يحسن من امتصاص الأحماض الأمينية في الجسم. 35 ميكرو جرام من فيتامين B12، 1.6 بيتا ألانين، 1 جرام أرجين، 1 جرام نيتريت كريم. وطبعا زي ما قلنا أي بري ورك أوت لازم يبقى فيه كافيين، 150 ملي جرام كافيين. طريقه استخدام السي فور، السي فور انت بتاخد الميكال بتاعه، هو عباره عن 6 جرام، بتمسحه كده من فوق عشان يديك ال 6 جرام بالظبط، ده لو ما عندكش ميزان طبعا. تحطه على 200 مللي ميه، هتشرب ميه كتير جدا معاه في التمرين، وهتاخده قبل التمرين بنص ساعه. ما ينفعش تخلط السي فور مع الواي بروتين، ما ينفعش تخلط السي فور مع الكرياتين، ما ينفعش تخلطه مع اي مكمل انت بتاخده قبل التمرين، او تحطه على مكمل بري ورك اوت تاني، لانه هيرفع ضغط الدم وهيجيب لك مشاكل كبيره جدا انت في غنى عنها. هو لوحده كفيل كبري ورك اوت، ما تحطوش على اي حاجه تاني قبل التمرين، ولا مكمل ولا كرياتين ولا اي حاجه تانية. بتقول اضرار السي فور ان ممكن لو انت زودت احتياجك اليومي عن 400% ممكن بعد كده يعمل لك توتر وهيعمل لك قلق. الشركه بتقول برضو ما ينفعش تستخدم السي فور مع اي مكمل تاني في كافيين، والجرعه الامنه هي 6 جرام قبل التمرين فقط لا غير على مدار اليوم كله. ده تقريبا كان كل حاجه عن السي فور كبري ورك اوت. تاني نوع من السي فور هو السي فور ريبد او ريبد. السي فور ده بقى في ناس كتير فاكره ان هو حارق دهون، انما هو مش حارق دهون، هو برضه بري ورك اوت. الشركة برضه كاتبة عن استخدامه ان هو جرعته بتتاخد قبل التمرين بنص ساعة. مكونات السي فور ريبد، أول حاجة من مكونات السي فور ريبد اللي هو الكرياتين نيتريت مش موجود في المكمل ده. طيب الشركة بتقول إيه بقى؟ وقعت في خطأ جامد جدا. بتقول إن احنا ما حطيناش الكرياتين في المنتج ده علشان الكرياتين ممكن يكون بيزود الدهون في الجسم، ودي معلومة خاطئة تماما. حاجة بتخلي الناس تفكر ان السي فور بيتحرق للدهون ان في كارنيتين، مستخلصات فلفل احمر، في مستخلصات حبوب القهوة الخضراء. الناس فكرت ان ده حارق للدهون، وده مش حارق للدهون اطلاقا، ده برضه بري ورك اوت. طريقة استعماله 6 جرام المكيال بتاعه ممسوح زي ما قلنا عن السي فور، نفس استخدام السي فور الاولاني، 6 جرام على 200 ملي مية وقبل التمرين بنص ساعة. هي عملت السي فور ريبيد ليه؟ عامله منتجين بري ورك اوت؟ لا طبعا، قالت ان السي فور ده بتستخدمه عادي، انما السي فور ريبيد انت بتستخدمه في فتره التنشيف علشان في كتير من المكونات الاولانيه مش موجوده، وعملت برضه كتعديل لمكونات السي فور العادي عن السي فور ريبيد للاحسن. ثالث مكمل وهو السي فور اكستريم. سي فور اكستريم الشركه بتقول ان المكمل ده هو تطوير للسي فور العادي، بس الجرعة هنا بتختلف، بدل الستة جرام انت بتاخد 9 جرام من المنتج ده. بتاخد السي فور اكستريم برضو 9 جرام على 200 ملي
ونص ساعة قبل التمرين، بيحتوي تقريبا على ضعف الجرعة من البيتا ألانين، وفي 1.6 جرام من السي 4 الأصلي، يحتوي على ضعف كمية الكافيين وهي 300 ميلي جرام عن السي 4 الأولاني اللي هو 150 جرام، وبيحتوي على محفزات أخرى زي الروليفيا وهي عشبة بتحسن المزاج وبتوسع الأوعية الدموية وبتزيد من ضغط الدم. أضرار مكمل السي 4 إكستريم، أنت ممكن علشان نسبة البيتا ألانين اللي هي الكبيرة اللي موجودة فيه ممكن هتحس بتنميل جامد، طبعا في نسبة كافيين عالية جدا، ممكن تحس بالصداع لا قدر الله أو ضغط الدم يبقى عندك عالي. رابع حاجة السي 4 ألتيميت، شركة طورت النسخة السي 4 الأولاني والريبيد والإكستريم، في كل التلاتة دول اتطوروا وبقوا سي 4 ألتيميت نظرا لمكوناته. تعال بقى نشوف مكوناته. أول حاجة السي 4 ألتيميت الجرعة بتاعته 21.5 جرام في المكيال مقارنة مع اللي قبله كانوا 6 جرام. الشركة دخلت فيه بقى منتج السيترولين اللي احنا لسه برضو ما عملناش عنه فيديو، انا بنسى عن الموضوع ده. حطت مع السيترولين 3 ميلي جرام من الكرياتين مونهيدريت، واضافت جرام كمان من التورين. نسبة الكافيين اللي فيه هي 300 ميلي جرام، وضعفت جرعة البيتا ألانين وصلتها ل 3 جرام و 2 من عشرة. بقيت استخدام السي 4 ألتيميت ان انت بتاخد الجرعة بتاعتك اللي هي 21.5 جرام، بتحطها على 350 ميلي مية وبتشربها قبل التمرين بنص ساعة. وطبعا زي ما قلنا في عن اي سي 4 كان قبله ان انت ما بتاخدوش مع اي منتج تاني فيه كافيين او ما تضيفوش لبري ورك اوت تاني، وما تاخدوش مع الواي بروتين او ما تاخدوش مع الكرياتين، ما تاخدوش مع اي حاجة، بيتاخد هو لوحده بس قبل التمرين بنص ساعة. دي تقريبا احسن نسخة من السي 4. هل ليه اضرار؟ اه ليه اضرار. البيتا ألانين عالية جدا، واحنا قلنا في اللي قبله ان البيتا ألانين لما عاليت هتعمل معاك ايه؟ الكافيين عالي جدا، الكافيين هيعلي ضغط الدم معاك جامد. هما بيقولوا عشان يحفز ضغط الدم ويحفز البمب اللي بيجيلك في التمرين، بس الكميات دي انا بشوفها كبيرة وهتصيبك بالتوتر، وطبعا مش هتعرف تاخد مع المكمل ده اي منتج حارق للدهون لان برضه هيبقى فيه كافيين. خامس مكمل وهو السي 4 سبورتس. سي 4 سبورتس ده هو نفس مكمل السي 4 اكستريم، بس محطوط له شوية احماض على شوية كالسيوم على شوية فيتامينات ومعادن، ده علشان ما مش يعني مش مخصص لكمال الاجسام بس، لا للسباحين اي رياضة تانية عامة غير كمال الاجسام. الجرعات بتاعته او طريقة استخدامه هو السي 4 اكستريم بدون اي اضافات بدون اي حاجة، هي بس حطت بعض الاحماض والكالسيوم والفيتامينات علشان الرياضات التانية او اي حد غير كمال الاجسام. الخلاصة انهي الاحسن فيهم؟ بص كلهم حلوين وكلهم كويسين، بس في مشكلة صغيرة كده، الابحاث اللي اتعملت على المكملات دي قالت ان فيها فيتامين سي بنسبة كبيرة جدا ممكن توقف نمو العضلات وانت بتستخدم المنتج ده. غير كده هي المنتجات كويسة جدا وهي من شركة كبيرة ومن شركة محترمة بتهتم بكل حاجة وكل ما يخص العناصر اللي بتبقى في المكملات عامة، بس الابحاث قالت كلمتها. فسواء تجيب ده سواء تجيب ده، ده كل ما يخص السي 4. انا جربت السي 4 الاوريجينال، عمل معايا نتيجة جامدة جدا ونتيجة كبيرة جدا في الاوزان وفي التمرين. انما الابحاث بعد ما اتعملت وقالت ان فيتامين سي النسبة الكبيرة اللي موجودة فيه دي ممكن تعوق بناء عضلاتك، فالامر يرجع ليك عشان انا ما اقدرش اقول اذا كان المنتج ده يتاخد او ما يتاخدش. ده تقريبا كان كل حاجة عن مكملات السي 4. ما تنساش لو عندك اي سؤال تسيبولي في الكومنتات تحت وانا هرد عليه، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.